لسنة وانتوا حضراتكم طيبين وبخير. بصوا بقى الفكرة الحلوة دي. انا جايب لكم المقطع ده، دي كده دي اولادنا كده في السحور، ما شاء الله تبارك الله عليهم. بس بص صحي، اصحى يا ابني، اصحى يا بنتي، وفضلوا قاعدين بس يقعدوا يسحروا يسقطوا كده وهم قاعدين، ما شاء الله تبارك الله. يعني هو ده فعلا اللي بيحصل معانا في السحور. بص اهو يفضل يسقط كده ونقعد نتحايل عليهم عشان يقوموا. فيديو جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول كل عام وأنتم بخير. طبعا بصوا ما شاء الله تبارك الله، احنا جايبين كل الحاجات دي لرمضان طبعا، بس للأسف طبعا بص الصاروخ ما شاء الله تبارك الله عامل ازاي. ده قنبلة من كنابل يعتبر، يعني دي قنبلة اهي، بس عشان نقول أسعار طبعا ما شاء الله تبارك الله حلوة، أسعار حلوة جدا. احنا جايبينها علشان نعمل بيها افكار، افكار هنقول لكم دلوقتي على فيديوهات لافكار نحطها ممكن نعمل بيها بخت طبعا، وافكار كتيره جدا. مش جايبينها مثلا عشان احنا يعني هي نحتفل احنا برمضان، وجايبينها نعمل بيها افكار ليكم للمشاريع، افكار للمشاريع يعني افكار حلوه جدا ممكن تتحط معانا. زي الجمجمه دي، العلبه دي فيها الصاروخ الصغير حلو جدا، ممكن يتحط اهو ان شاء الله يتحط في البخت الصيني، هيبقى حلو قوي قوي قوي، فكرة جميلة جدا. معانا الصاروخ الكبير قوي ده، ممكن نعمل كارت كبير للبخت ونحط فيه الحاجات دي كلها، صاروخ او اتنين يسحب الطفل ويسحب العيل اللي هو يقدر يسحب منك الكمية طبعا. وده الصاروخ الكبير اهو ممكن يتحط ويبقى مكسب للبياع في الاخر، يعني البياع هو اللي يضربه او يقدر اللي هو يبيعه بخمسة او بعشرة جنيه زي ما هو عايز يبيعه، ما شاء الله حلو جدا. الحاجات دي كلها بتجيبها، بس بتجيبها بصعوبة من اماكن عشان نقدر نقول بردك عليها حلو او ما شاء الله، افكار حلوة جدا احنا جايبينها للافكار. القنبلة دي حلوة جدا، بتضرب بصوت يعني قوي 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 يعني ما شاء الله تبارك الله. مش هنقدر نقول اسعار، مش هنقدر نقول حاجه، احنا جايبين الحاجات دي بس عشان نديكم فيها افكار، وهنعمل لكم افكار منها دلوقتي ان شاء الله باذن الله في البخت الصيني والكارت الكبير والعاب العيد. وكل عام وانتم بخير.